السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي القناة، أهلا بحضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير. بعتذر عن التأخير الفترة اللي فاتت، كان عندي ظروف. النهاردة إن شاء الله هشرح العباية دي. النهاردة العباية دي هتاخد مننا حوالي 3 متر قماش، عرض 150. ولو العباية يعني أقصى طول ليها كده يكون 140، 145، لكن لو عايزة العباية أطول هتحتاجي مثلا حوالي 3 متر وربع قماش، عرض 150. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. كده 3 متر قماش، عرض 150، متطبقين كده طبقتين، فيبقى كده 1.5 متر وتحت 1.5 متر، ونفس العرض اللي هو 150. يعني لما هطبق القماش هيبقى مربع كده طول قد العرض. هعمل ايه؟ هروح مطبقاه كده طبقتين كمان، فهيبقوا 4 طبقات زي ما حضراتكم شايفين كده. اول حاجة هاخد دوران الرقبة، وممكن اعمل دوران الرقبة مرة واحدة. اعمل كده من هنا لهنا 8 سنتي، كده من هنا لهنا 8 سنتي على طول. اخدهم اهو، هنزل الحرجة الخلفية 2 سنتي، اما الامامية فهتبقى 7 كده. يعني انا لو انا عاملة كده 8، هنزل كده 8 للامام، هيبقى بالشكل ده. لا، هتنزلي تحتيها كمان 2 سنتي او حاجة، وهتبقى 7 كده. خلاص، هننزل بقى بميل الكتف للاخر خالص كده، بحيث يبقى من هنا من الطرف من هنا حوالي 7 سنتي مثلا. هنزل كده بميل الكتف، تمام. هحدد هنا بالنسبة لي خط الصدر وخط الوس وخط الأرداف. أنا عارفة إن هي واسعة، بس ده هيساعدك إن أنتي تاخدي الوس المناسب. خط الصدر على بعد 25 سنتي، فهجيب 25 سنتي هيطلع لغاية كده. خط الوس على بعد 42 سنتي هجيبهم، هيطلع الوس لغاية كده. الأرداف بنزل 20 سنتي، هيبقى ده خط الأرداف. هحدد الدورانات بتاعتي، وكل دوران هسيب فيه وسع كتير، يعني ممكن ازود 10 سنتي فوق كل دوران او اكتر، لان هي برضو واسعة ما هيش مجسمة قوي. فهاخد دوران الصدر مثلا وهزود عليه 10 سنتي، من 10 ل 12 سنتي، تمام كده. مثلا لو كان دوران الصدر 100 هيبقى 112، وهجيبهم كده على المزورة واقسمهم كده على الاربعة، واحط كده، هحط كده، هيبقى عندي الصدر لغاية كده. الوس نفس الحكاية، هحط برضو عليه 12 سنتي. مثلا لو الوس 80 هيبقى 92، وهقسمه على الاربعة، فهيبقى جاي هنا. والارداف نفس الحكاية، اذا الارداف كانت عندي مثلا 110 هخليها 122، وهجيب برضو على المزورة كده 122 واقسمهم على الاربعة واحطهم على الارداف. بقى عندي التقسيمة دي بالشكل ده كده يا جماعة، اهو هنزل كده زي ما حضراتكم شايفين اهو كده. عايزة توسعي اكتر من كده وسعي. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ انا عايزة الكم ده واسع خالص من تحت، واسع خالص، يعني هنزل من هنا حوالي 30 سنتي، من هنا هنزل كده حوالي 30 سنتي اهم، وهاخده ومن هنا هاجي بقى بميلة كده خفيفة، شايفين كده كده بالشكل ده. ده بقى من هنا هيتضم باستك، او هيتحطله الاول اسورة وينضم باستك. هقص كده، الموديل سهل جدا وبسيط ما فيهوش حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الرقبة الخلفية، ده الكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي كده من الجناب يا جماعة، ولازم تعصري حوالي 3 سنتي من الجناب كده، تاخديهم على ما فيش عشان ما تجنحش. كده قصينا العباية، هنبدأ نفصل الأمامي من الخلفي، وهقص السبعة بتاعتي اهي، وهقص هفتحها من قدام. طبعا هي محطوط لها كبش، مفيش زيادة في الأمام، الأمام قد الخلف بالظبط، في كبش بتقفلها بس.
دي هضطر اقص لها بقى السجاف. السجاف ازاي؟ من البواقي اللي طالعه دي كده. هنطلع السجاف بتاعنا، شايفين كده بجيب قماشه زيها بالظبط، زيها بالظبط اهي، وهقص. طبعا السجاف ممكن يتوصل بس عادي عشان توفري في القص، شايفه كده اهو. وهاخد حته من الكتف، هنزل كده، شايفين اللي انا رسمته ده، هنزل كده، ده كده السجاف هيتوصل من تحت. ده كده السجاف للامامي، المفرد الامامي كده، يا رب يكون باين معاكم. ده كده السجاف اهو، هيتوصل الجزء اللي تحت ده، والسجاف اهو. هقص السجاف للرقبة الخلفية، هقص السجاف للرقبة الخلفية برضو، هجيب قطعة قماشة اهو، وهبدأ ارسم الرقبة الخلفية زي ما هي مقصوصة بالظبط اهي كده. خلينا نبعد شوية كده، وهاخد جزء من الكتف كده، هتبقى جاية بالشكل ده، وطبعا هتبقى عريضة من تحت، هنزل حوالي 4 سنتي او 5 سنتي عرض ليها، وهقص دي كده. عايزه اقول لكم ان ممكن الكم لو يطلع قصير شويه هتضطري تعملي له اسوره. ده كده طبعا زي ما قلت، ده الرقبه الخلفيه اهي. العبايه سهله جدا، شكلها شيك وجميل قوي. كمان في نقطه تانية ممكن اقول لكم، ان ممكن الكم ده اشيل البوزه بتاعته دي، ادوره شويه كده، يعني نيجي كده ندورها، نشيل بس السجافات دلوقتي. ممكن اجي اطبق تاني كده وامسك الكم، ادوره شوية من الطرف بتاعه، على اعتبار يعني بس ايه، دي برضو يعني بترجع لك انتي. حاجه كده من الطرف كده، واروح اعمله دوران بسيط كده. ده كده ممكن ان انا اعمله كشكشه واركب له اسوره طويله من جوه، بحيث يتلم كده حوالين الايد من تحت، يطلع الجزء الواسع ده يبقى نازل على الاسوره. دي كانت طريقه القص العبايه بتاعتنا النهارده يا جماعه، يا رب الشرح يعجبكم، ان شاء الله تنفذوه. اسفه معلش مش هقدر اقفلها لكم، بس هي كده يعني واضحة جدا. هقفل السجاف الاول كده، وبعد كده هبدأ اقفل الجوانب، الكتف الدراع من فوق، واقفل كده سهل خالص، ما تاخدش وقت. معلش انا اصلا قاعدة عند بنتي، ف يعني مش ما عنديش مكان مجهز ان انا اصور فيه وكده، بس اتأخرت عليكم كتير فقلت اعمل لكم الفيديو السريع ده. يا رب الشرح يكون عاجبكم، وان شاء الله تنفذوه بكل سهولة، وان شاء الله نتقابل في موديلات تانية جديدة. انتظروني، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.